بسم الله الرحمن الرحيم. مسار سعال مسار باء. السلام عليكم، وصلنا اليوم في وادي سعال في ولاية بتبت. يعتبر مستوى هذا المسار هو متوسط. موقع مسار سعال في قرية سعال بولاية بتبت. اليوم طبعا نحن في مسار سعال. في سعال في ثلاث مسارات، في واحد مسار الدرج اللي هو ستيب هذا، وفي العادي اللي متعودين عليه، وفي مسار ثالث شوي يكون اطول اللي هو مسار الدراجات. فممكن محتمل اليوم نسوي مسار الدراجات لان شويه مسافه اطول يعني. فتقريبا المسافه اللي راح نقطعها في مسار اليوم 5 كيلومترات تقريبا، وان شاء الله راح تشوفوا مناظر للقريه من الاعلى. بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا بالمسار، توكلنا على الله. والله زين. هذا صديقي تعرفت عليه اليوم، صديقي الجديد مستر جو جو. خلصنا المرحلة الأولى، إن شاء الله مسارنا راح نروح للنقطة اللي هناك، شايفين التلة فوق، إن شاء الله راح نوصل هناك. هذه المرحلة قبل الأخيرة. هذه المرحلة قبل الأخيرة. السلام عليكم، وصلنا إلى قمة هذا الجبل، وهذا بالنسبة لنهايته. ما شاء الله إنسان رياضي متألق، دائما يشارك المشي بشكل أسبوعي، وصار يحتذى للشباب المواطنين يعني.
وموافي هواية الهايك، ما شاء الله عليه إنسان نشط محفز ومشجع للآخرين. هنا في مسار سعال، شايفين إطلالة على منطقة سعال من على هذه المرتفعات واللي تطل على جبال سعال. الحمد لله وصلنا إلى نقطة النهاية، وشكرا جزيلا.